عندنا في كابتن مجدي عبد الغني. ها؟ عندنا في كابتن مجدي عبد الغني. يعني شايف ان هو احسن منك؟ ايه؟ لا. محمد شاوي ومجدي عبد الغني احسن. ايه؟ لا قول محمد شاوي، اقول مجدي، اقول انت بالاسم. محمد شاوي ولا مجدي عبد الغني؟ محمد شاوي. محمد شاوي. محمد شاوي ولا تامر عبد الحميد؟ محمد شاوي. محمد شاوي ولا طارق حامد؟ محمد شاوي. محمد شاوي ولا حسني عبد ربه؟ محمد شاوي. اه محمد شاوي مليون مية. محمد شاوي ولا حسام غالي؟ محمد شاوي. محمد شاوي ولا احمد حسن؟ محمد شاوي. محمد شوقي ولا حمدي فتحي؟ محمد شوقي. آخر حاجة، محمد شوقي ولا إمام عاشور؟ محمد شوقي. أوكي. آه لا لسه كمان واحد. آه في فاضل اتنين، أنا آسف. محمد شوقي ولا محمد النني؟ محمد شوقي. محمد شوقي ولا حبيبك أيمن عبد العزيز؟ محمد شوقي. أوكي. تعرف عندنا؟ إذن 10 من 10. عندنا في كابتن مجدي عبد الغني. ها؟ عندنا في كابتن مجدي عبد الغني. يعني شايف ان هو احسن منك؟ ايه؟ لا عندنا في اللي هو لما فضل رايح وجاي وبعدين حقبه زمنيه مختلفه يا كابتن مجدي. ايوه حقبه زمنيه مختلفه. انت بتاخد الكوره، انت كنت هداف ازاي؟ يعني في نص الملعب تلعب ديفندر وهداف، يعني في فدان بتمشي بتجري فيه. بس جاب جوات كتير طبعا. لكن دلوقتي ده كله اتغيرت اهو. كابتن شوقي قال كابتن مجدي انت عندك اي اعتراض؟ هو مكيف نفسه كده يعني. لو انت قدامك محمد شوقي، انا لو قدامي اي حد في زيه كده في اللي مستوى وصل ليه شوقي اقول انا يعني في حد من دول. انت شايف ان انت لو انت كوتش وقدامك شوقي ومحمد شوقي ومجدي عبد الغني مع احتفاظ بالالقاب، تلاعب مين؟ هلاعب محمد شوقي. طب ولو قدامك محمد شوقي؟ هو دي الاسئله جايه لي؟ لا 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 انا هقول له لا لا الاسئله جايه لي. لا خليني محمد شوقي واحمد حسن هقول له شوقي غريب. هلعب شوقي غريب. هقول لك حاجه، كنت بلعب في نفس المكان. طب هقول لك هلعب انا ولا احمد حسن؟ ها؟ محمد شوقي تلعبه ولا احمد؟ محمد شوقي. محمد شوقي. على فكره يا كابتن كان لازم تقول شوقي ولا كابتن شوقي؟ لا لا ما ينفعش. اه والله العظيم كنت اقول طبعا يا كابتن شوقي. طبعا طبعا. طيب